منكم أقرب. أهلا بكم أيها الأحبة، ونحن سعداء باستضافة كوكبة من الضيوف في مختلف المجالات، نضيء هذه المساحة بالاقتراب أكثر من شخصياتهم، نحاول بالفعل أن نقربهم كذلك منكم ولكن بطريقة مختلفة عبر محاورنا المتعددة في منكم أقرب. كما نوهنا اليوم الشاعر العراقي الرائع عارف الساعدي هو ضيفنا في منكم أقرب، نحاول الاقتراب منه عبر محطتنا منكم أقرب. الشاعر عارف الساعدي معنا على الهواء مباشرة في هذه الدقائق. عارف أهلا وسهلا بك ومساءك خير. مساءكم ورد ومحبة، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك، ونقول الحمد لله على السلامة، وأكيد منورين مسقط. الله يسلمك ويحفظك، الحمد لله مسقط مضيئة بكم. شكرا، شكرا جزيلا. الجميل عارف أنك تشارك معنا هذا الاحتفاء الرائع بشهر نوفمبر المجيد. والله أنا من ربما الشعراء المحظوظين الذين توافدوا على هذه المدينة الرائعة، ويصادف حضورهم بهذه المناسبات الهائلة والجميلة. أنا المحظوظ في هذه الأيام. الله يسلمك، نحن سعيدين بهذه الأمسية التي ستضيء يعني ليلة من ليالي نوفمبر اليوم الساعة 7، ونحاول أن نقتنص منك هذا الوقت قبل طبعا التقائك بجمهورك في النادي الثقافي. شكرا جزيلا، أنا حاضر. شكرا جزيلا لك. أول شيء رح أبدأ معك من استكانة الشاي، عارف علاقتك مع استكانة الشاي. على فكرة إحنا نحاول أن نقرب الجمهور من عارف الشاعر العراقي الجميل عارف الساعدي، ولكن بطريقتنا. شكرا. بطريقتنا. شكرا. بشكل شكرا. الله يسلمك. والله أنا وصل الحال يعني ما شاء الحمد لله مشاويري معقولة سفراتي، ولكن وصل الحال أن أحمل يعني أفكر أن أحمل استكانة الشاي من بغداد لأنه ما موجودة بس في بغداد. بالتالي تحمل العدة كلها ولا الاستكانة نفسها يعني؟ العدة مع الشاي نفسه، طبخه طبخة العراقية الخاصة للشاي. الشاي العراقي معروف عارف يعني مميز طبعاً لأنه جدا. هذا الشاي، شاي الليبتون احنا ما نشربه بصراحة يعني إلا مجبرين يعني. الشاي المصنع هذا. طيب تمام. ايش المميز في الشاي العراقي يعني في استكانة الشاي العراقي؟ المميز يعني انه طريقة اعداده طريقة مختلفة، يطبخ طبخة خاصة يعني على النار. وفي العوائل البغدادية القديمة يطبخونه على السماور، يسمونه السماور اللي يضعون ماء مغلي ويضعون قور الشاي فوق الماء المغلي يطبخ على البخار. يضعون ماذا على الـ على الـ على النار؟ شيء يسمى السماور، هو يعني يوضع فيه ماء يعني بحجم ربع متر هذا السماور او نصف متر موجودة، ويوضع قور الشاي فوق السماور. عارف انت يعني انتقلت يبدو من عارف انتقلت يعني من الاستمتاع بطبخ الشاي اجمل من شربه. يعني يمكن احنا نتذكر هنا الاغنيه العراقيه الجميله خدر الشاي خدري عيون المنى خضراء. يعني المفردة ذاتها يعني يمكن من الأغنيات المهمة تمام. التي تغنت بالشاي كذلك يعني تمام أيضا هذا ينتمي إلى ثقافة غنائية محددة في مرحلة من مراحل العراق، ربما تنقل بعض عادات العراقيين أو البغداديين سلوكهم الحياة اليومي. يعني جزء من 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 يوم الإنسان العراقي هذا الشاي. خدري الشاي خدري إشارة لأنه الشاي يعني يظل فترة طويلة على النار، هو يبقى لفترة طويلة، هو يعني فترة المدة الطبيعية ربع ساعة، ولكن للتلذذ به يوضع فوق السماور على البخار يستغرق أكثر من ساعة. يا سلام، يعني هذا شيء مزاج يا عارف تماما. طبعا هو ليس للشرب فقط قدر ما هو الاستمتاع بطريقة إعداده. جميل. والمزاج الذي يعني المزاج المديني الذي يحمله العراق في
في صناعة الشاي. جميل. خدر الشاي بصراحة من الأغنيات اللي قربتنا أيضا من الشاي، تمام يعني وحسستنا هكذا كم هو جزء من يوم الإنسان يعني في العراق، وأغنية تمام رائعة غاية في تمام الجمال. تمام تمام طيب مع هذا الشاي، هل يصح أن نقول أنه الشاي المخدر ولا لا؟ ولا مخدر أم مخدر؟ طيب في تولد معاه قصيدة تقص من طقوسك، عارف ممكن نقول يعني احنا نستطيع ان نقول انه خمرة العراقيين هو الشاي. هو الشاي. جميل جميل. خمرة العراقيين هو الشاي، وهو الـ الـ يعني الكائن الذي يرافق العراقيين من طفولتهم حتى غيبوبتهم. في كل وجبة وما بين وجبة ووجبة هناك شاي. هناك شاي. جميل جدا. في الكتابة هناك شاي، في القراءة هناك، في الاستراحات هناك شاي. وجبة رئيسية تكاد تكون. تكاد تكون كذا يعني طقس رئيسي في يومياتكم. تمام. شايك بسكر شايك بسكر ولا من غير سكر يا عارف تشربه؟ لا سكر وسط والله. سكر وسط. احنا راح نحضر لك شاي الآن، بس طبعا ما مثل الشاي العراقي، الشاي اللي نقدر نحضره يعني. والله والنعم منكم. الله يسلمك. شاي سكر وسط، وراح ندردش في مجموعة من المحاور في منكم أقرب. أنت جاهز معنا؟ جاهز. ننطلق. الشاعر العراقي عارف السعدي في منكم أقرب، وسنبدأ من ذاكرة الشاعر عارف. نتمنى بالفعل أن تأخذنا في هذه اللحظات إلى مشهد من الطفولة، هذا المشهد الذي تشعر أنه ما زال حاضرا ومتوهجا في ذاكرتك. يعني مشاهد الطفولة قطعا هي لا تتعدى مشاهد المدارس، لحظة دخولي إلى المدرسة. ما زلت كلما كبرت يتوهج مشهد لحظة دخولي إلى المدرسة ووقوفي يعني مع الطلاب الصغار، لحظة دخولنا أول الصف، العالم الغريب المغلق المبهم. ما زال تلك اللحظات ما زالت عالقة في ذاكرتي ببهائها وصفائها وبالغربة التي كنت أعيشها في تلك اللحظات. العلاقة الأولى مع المدرسة، تلك اللحظة الأولى، لحظة الدخول إلى هذه المدرسة، كيف كانت عارف؟ لحظة يعني لحظة مبهمة ما بين الفرح والخوف. ما زلت يعني أتذكر هواجسها في تلك الأيام قبل أكثر من 35 عام دخولي إلى الصف الأول. لحظات ينتابها الشعور بالخوف والشعور بالفرح. لحظتها لم يعني إلى الآن أتذكر أني لم أنم ليلة دخولي إلى المدرسة إلى الصباح. وكان دخولك طبعا في الصف الأول عارف. في الصف الأول. في أي مدرسة؟ ما كان اسم المدرسة؟ كان اسم المدرسة التوحيد. التوحيد. مدرسة التوحيد الابتدائية. التوحيد الابتدائية. ما زلنا في هذه الذاكرة، وسننتقل من مشهد طفولة إلى مكانا جغرافيا ما زال حاضرا في ذاكرة الشاعر عارف الساعدي. ليس بالضرورة أن يكون مرتبطا بالطفولة، ولكن هو يعني جغرافيا حاضرة في ذاكرتك شاعر عارف. يعني تدرين من دراستي من الطفولة إلى حتى هذه اللحظة ما زلت طالبا أتعلم. الأماكن الأكثر، الجغرافيا الأكثر تعلقا بها هي الأماكن التعلم التي بدأت منها. ما زلت يعني أحن إلى المدارس التي مررت فيها في الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وحتى دخول الجامعة. أشعر بحنين هائل كلما ذكروا مدرسة بورسعيد، مدرسة الإعدادية التي قضيت 3 سنوات فيها، هي الأكثر خصوبة بالنسبة لي، وجهت بوصلتي باتجاه الكتابة والقراءة والدخول إلى عالم الجامعة واللغة العربية والشعر. هذا المكان الحميم ما زلت كلما أسمع طالبا من أبنائنا
بأنه دخل مدرسة أو إعدادية بورسعيد، قلبي كأنه حمامة يطير. جميل جميل جدا، وهذا يقودنا إلى محورنا القادم، وما زلنا في إطار هذه الذاكرة. مشهد من مقاعد جامعة المستنصرية بالعراق. الجامعة المستنصرية تعرفي دخلتها في 2006 سنة 96، وقدر لي أن لا أخرج من هذه الجامعة. دخلتها طالبا وأكملت الماجستير والدكتوراه، ومن ثم عينت فيها تدريسيا. نعم. كل مقاعد هذه الجامعة حفظتها على ظهر الروح مش على ظهر القلب. مشاهد عديدة ما بين قراءة الشعر وما بين تتلمذت يعني دراستي على يد أساتذة كثر في تلك المرحلة. كل المشاهد التي مررت بها ما زالت منطبعة في ذاكرتي، وإلى الآن لا أعتبرها جزءا من ذاكرتي، لأنني ما زلت أدرج في مدارج هذه الجامعة، وأتذكر كيف مررنا بها، وهنا قرأنا شعرا، وهنا مر الشاعر الفلاني، وهنا مر الأستاذ الفلاني، وهنا وبخنا الأستاذ الفلاني. ما زلت يعني لم أخرج من هذه الذاكرة، لأنني ما زلت أدرج فيها طالبا ومدرسا. كنت مشاكسا في المرحلة الجامعية، أعرف. والله كنت أتمنى يعني من صرت أستاذ صرت مشاكس. طيب، ما زلنا في هذه الذاكرة، يا ترى الشاعر عارف السعدي متى تعرف على القصيدة؟ الغريب أن القصيدة هي التي تعرفت علي. كيف؟ كتبت أشياء لا أعرف أنها شعر ولا أعرف أنها قصيدة، كتبت ما بين الإنشاء وما بين الخواطر، لا أعرف ماذا يعني، لم يخطر في ذهني أن هناك شيء اسمه قصيدة أو شعر. كتبت شيء ذهبت إلى أحد أقاربنا قرأت له، فقال لي أنك سرقت هذا الكلام، من أين سرقته؟ أنا في تلك اللحظة يعني انتابني شعوران ما بين الفرح وما والخوف. بين الخوف. الفرح أن هذا الرجل الذي يعتمد عليه في رأيه يقول أنك سرقت هذا الكلام، بمعنى أن هذا الكلام لناس كبار وجيدين وكذا. نعم. والخوف هو في أن أستمر في هذه السرقة في ذاكرة هؤلاء الأقارب. القصيدة درجت هي التي تمشت علي في تلك اللحظة، فقبضت على بعض أسرارها التي كنت أظن أنها أسرار، إلى أن مررت بأيام الإعدادية أيام المتوسطة ونسيت أني كنت أكتب بعض الخرابيش الشعرية، حتى هيئ لي في الإعدادية والجامعة السنة الأولى من دخولي إلى الجامعة، هيئ لي أن أكتب أشياء ناضجة على الأقل شكليا من حيث الإيقاع واللغة، ومن ثم يعني استمرت هذه المسيرة. لذلك القصيدة كتبتني دون أن أعرف أنها قصيدة. أنها قصيدة، جميل جدا. وهكذا يعني ولد شاعر جميل نحتفي بقصائدي اليوم. عارف، ما زلنا في منكم أقرب وسنتجه إلى هذه الحياة، ونقول الشاعر عارف السعدي: يا ترى كيف تكون الحياة رحلة بلا لون؟ هذا كان عنوان مجموعتي الأولى، نعم. رحلة بلا لون، وربما كان العنوان مطابقا للتجربة التي مررت بها ما بين 95 و 99 لحظة طباعة الديوان، أنها لحظة شاعر في بداية العشرينات ما زالت بلا لون من حيث التوجه نحو الكتابة الشكلية أجناسية الكتابة، ومن حيث الموضوعات هو ما بين ربما كانت شذرات من التأثير شظايا الشعراء الكبار الذين أنا لهم، فخرجت كتاباتي في تلك المرحلة. ربما نستطيع أن نقول عنها أنها تحتاج إلى لون آخر لكي يستقر الشاعر على لونه، فكانت تلك المرحلة بلا لون، بلا لون شاعري. وحياة، يعني في الشق الشعري وفي شق النص، ولكن حياة قطعا واحد من مباهج هذه الحياة هي الألوان التي نعيشها، نعم. وإن لم يكن هناك لون
يسحر عيوننا، لا يمكن أن نستمر على الأقل بمزاجية وبأريحية عالية في الاستمرار بهذه الحياة. نعم، هل كانت حياتك في تلك الفترة بلا لون أم كانت مليئة بالألوان؟ طبعا في 99 كانت حياة العراقيين جميعا بلا لون، نعم، جميعا كانت بلا لون، نتيجة لذلك طبعا كنا لظروف. نجترح الألوان يعني بقوة كما يقول، نجترحها من ألوان الحياة، ولكن جميعا كنا بلا لون. رحلة بلا لون هو ديوان شعري للشاعر عارف السعدي، تم إصداره في عام 1999، وما زلنا في هذه الحياة وجه مضيء في ذاكرتك وتفتقد جدا في حياتك الآن الشاعر عارف السعدي. وجه أبي كان حاضرا واحد من لحظة ولادة الشعر لدى شاعر كان عارف. حاضرا في الكثير من مفاصل الشعرية، رغم أن اهتماماته ليست شعرية، ولكنه كان يفرح بما أكتب. وتصوري عندما أكتب شيئا جديدا أذهب له كأي طفل، أقف بين يديه وأقرأ له نصوص بالفصحى، وأعتقد أنه لا يفهم الكثير من كتاباتها، ولكنه كان يشجعني ويفرح، وأرى التماعة عينيه واضحة عندما أقرأ القصائد بين يديه. بعد غيابه أفتقد هذه اللحظة كثيرا. الله يرحمه، وتظل هذه الوجوه الله حاضرة يرحم والديك. بقربها. لحظة فارقة تعدها في حياتك، يعني لحظة من اللحظات الفارقة في حياتك. لحظات عديدة ومهمة، ولكن في لحظة الحصار في 99 نعم. بداية، نهاية 99 بداية 2000، ولحظة الانغلاق التام عن العراقيين، يتصلون بي من الإمارات ويعلنون فوزي الأول في مسابقة الصدى في دورتها الأولى، وكانت نافذة عربية بالنسبة لي مهمة جدا ولحظة فارقة، ربما واحدة من اللحظات التي فتحت الأبواب لي على الأقل على مسقط وعمان بشكل عام. نعم، فإذا هذه واحدة من اللحظات التي تعتبرها فارقة في حياتك. واحدة من اللحظات قطعا. نعم، واحدة من اللحظات. ما زلنا في منكم أقرب، وهذه المرة سنتجه إلى الكواليس ونتساءل في هذه الكواليس الشعرية للشاعر عارف السعدي، ما الذي لم يقله الرسام الشاعر عارف؟ قطعا أنه لم يقل أشياء، لم يقل الأهم بعد، وما زال الشاعر يبحث عن قصيدته التي لم يقلها، ومتى ما قال الشاعر قصيدته أظن أنه سينتهي. كل ما نكتبه هو مقاربات لهذه الحياة، لا نستطيع أن نصل إلى المقاربة النهائية، لأن هاجسنا هو أو الجمال للوصول إلى القمة ليس في وصولها، وإنما في الطريق إلى وصولها، ولكن متى ما وصلنا سنموت قطعا. أنا أبحث، ما زلت أبحث عن الكلمة التي لم يقلها الرسام ولن أجدها. لم يقل ما لم يقله الرسام، هي قصيدة طبعا للشاعر عارف السعدي، إذا لن نجد ولن نجدها نحن كقراء عارف. وهذا هو عمل الأساس في أنكم لا تجدون ما لم يقله الرسام، لأنني أساسا أبحث عن الفراغ الموجود الذي نبحث عنه أو نبقى باحثين عنه. جميل، ما زلنا في هذه الكواليس. عمل اشتغلت عليه، يعني اشتغالا نصا كان أم ديوانا متكاملا، لكنه لم يرى النور بعد. كان في إحدى المسابقات عملت مجموعة شعرية وأعددت عددا من القصائد، واشتركت بهذه المسابقة وفزت في هذه المسابقة بالمركز الثاني، كانت مسابقة سعاد الصباح، ولكني للأسف لم أطبع الديوان، كنت أتوقع أنهم سيطبعون الديوان وبقي غير مطبوع، وتجاوزت هذا العمل، اسمه أغنيات على رماد الحرب. أغنيات على كنا رماد الحرب. خارجين من هذه الحروب التي مررنا بها، فكتبت هذه المجموعة أغنيات على رماد الحرب،
ولكنها لم تطبع للأسف وبقيت مركونة. وهل ستظل مركونة؟ استخرجت بعضا منها ونثرته في بعض المجاميع. جميل. خارج حدود الزمن، سننتقل الآن إلى خارج حدود الزمن شاعر عارف السعدي، ونذكر أن الشاعر عارف عنده أمسية شعرية في النادي الثقافي في تمام السابعة، فبالتالي لن نأخذ يعني أكثر من هذا الوقت أكيد. شخصية تتمنى لو كنت التقيت بها في زمن ما؟ الجواهري، الجواهري، شاعر محمد مهدي الجواهري. الشاعر محمد مهدي الجواهري، كنت نعم، أحلم وكنت أدعو الله أن يطيل عمره حتى أراه، نعم، ولكن خلص بعد كنا في فترة مغلقين ما نستطيع أن نذهب إلى سوريا، فتوفي في سنة 97. الله يرحمه. كان حلمي أن أرى الجواهري، ويظل حضوره رائعا هنا في حياتنا اليوم، يعني عبر ما دواوينه زال ونصوصه. هو حيا يتمشى في قصائدي. من خارج حدود الزمن إلى الطموح، ما الذي تتمنى أن تصل إليه شاعر عارف السعدي؟ والله يعني سؤال صعب يا سهى، بس يعني طموح. صعب صعب، وطموحي هو أن أكتب قصيدتي التي أحب. التي تحب، قصيدتك التي تحب. ومن هذا الطموح إلى بعض المفردات نتمنى أن تعلق عليها عارف. نعم. بغداد، أمي، القصيدة العمودية، كانت صديقتي في عندما كنت شابا، والآن الآن اختلفت معها بعض الشيء وأعود إليها بين فترة وأخرى. الحروب، مقابرنا المتنقلة، الشاعر، الحروب هي التي الشاعر لا أوكي، يا ريت تكمل. الحروب، الحروب يا سهى، يعني أبعد الله الحروب عن كل من يسمعنا، هي مقابر العراقيين المتنقلة. يعني نحن أطفال في المدارس أناشيدنا هي الحرب، كبرنا فصارت لغتنا هي لغة الحرب، هذا بالنتيجة أثر على نفسية الإنسان العراقي، على كتابته. الآن العديد من أصدقائنا يبحثون لماذا لا تكتبون قصائد حب، يقولون لنا. والله يعني ما مررنا به يخجلنا من كتابة بيت لحبيبة نحبها، هذا كله بسبب شظايا الحرب التي مررنا بها، فأبعد الله الحرب عنا وعنكم وعن اللهم كل آمين. من يسمعنا. اللهم آمين. واللهم يعني نقول إن شاء الله نعمة السلام تعم هذه يا الله يا الأرض، رب جميع يا إن شاء رب الله. إن شاء الله جميعا. الشاعر الراحل عبد الرزاق عبد الواحد، الله يرحمه، الله يرحمه. كان واحد من علاماتنا الشعرية الفارقة أبو خالد. لم يكتب شاعر عراقي بحب العراق كما كتب عبد الرزاق عبد الواحد، رغم ارتباطه ربما المباشر بشخص صدام حسين، والذي سبب له ابتعادا عن العراق ما بعد 2003، ولكن عبد الرزاق عبد الواحد في وجدان العراقيين جميعا، هو واحد من المخلصين للشعر العربي، نفتقده كثيرا. نفتقده جميعا. وأخيرا نقول مسقط. مسقط، هذه أخت بغداد، كتبت لمسقط عندما كنت في أثير أول العام، أذكر المطلع مالتها، من حزن بغداد حتى مسقط المعنى جاء الفتى، وسواء ناح أو غنى. مسقط المدينة التي لا أفارقها 6 أشهر، أحبها كثيرا. ونحن نحب حضورك الشاعر العراقي الرائع عارف السعدي، وكم نحن سعيدين شكرا بوجودك شكرا جزيلا. اليوم في أمسية شعرية تحتفي بشهر نوفمبر المجيد. يعني لك منا كل الأمنيات بأن تكون أوقاتك في مسقط ممتلئة بالجمال والسلام دوما.
شكرا يا سهى، شكرا على هذه اللحظات، محبتي لكم جميعا ولمصحف. شكرا، وسعدنا جدا بوجودك معنا ضيفا في منكم أقرب، الشاعر عارف السعدي. أمسية موفقة وشكرا جزيلا لك. شكرا شكرا.